تاكل البصل ازاي وشغاله في البصل، يا اللهم صل على النبي. فبقول لكم بقى انا يا جماعه بجيبهم في الحته دي لان في فوق السطح امل، في فوق السطح امل اللي هو الامل الاسود ده، فلو خليتهم هيموتوا. لو خليت صلوا معي على النبي، اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. الفراخ عندكم يا جماعة عندها إسهال أو عندها برد أو عندها ديدان أو عندها أي حاجة بتعطس، عندها برد، عندها إسهال، عندها أي حاجة، سواء الفراخ البلدي أو الفراخ البيضة أو البط أو أي نوع طيور، أي نوع طيور عنده برد أو عنده إسهال أو عنده كحة أو عنده أي حاجة، هو الحل حاجة واحدة بس وموجود والله العظيم في كل بيت، قسما برب الكعبة ما بيخلى منه بيت. أهو البصل، البصل يا جماعة أهو العلاج، بصلاية حلوة كده. طبعا البصل ده موجود في كل البيوت، هاتولي بيت مش موجود فيه بصل، هاتولي بيت مش موجود فيه بصل اهو، هاتولي بيت في مصر كلها مش موجود فيه البصل ده اهو. العلاج النهائي لكل مشاكل الطيور، لكل مشاكل الطيور وخصوصا الكتاكيت. انا مقطع لهم بصلايه رفيعه اهي، ده تالت يوم يا جماعه اقطع لهم بصلايه، وده تالت يوم للكتاكيت عندي. انا الكتاكيت عندي شاريها من المزرعه عندها برد، بس بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي بياكلوا بيشربوا. هاي يا جماعه العلافه، علف تركيز 23% بروتين. طبعا انا منور لهم اللمضه دلوقتي بالليل مش للتدفئه ولا اي حاجه، انا محوط لهم في المكان ده كده يا جماعه السقايه اهي. انا ما بحطهمش هنا بالنهار، انا بجيبهم هنا بس بالليل يتعشوا. انا بالنهار حاططهم فوق السطح في العشه في حوزه كبيره فوق السطح، بس انا بجيبهم بالليل هنا، ببيتهم بالليل هنا بحيث ان في فوق السطح امن اللي هو الامن الاسود ده بتاع الفراخ. شايفين طبعا يا جماعه هم هياكلوا البصل اهم، كل حاجه بعملها قدامكم عملي وبيشربوا اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله بياكلوا البصل اهم، اللهم صل على النبي. فراخ حلوه جدا جدا جدا، فراخ بياضه ماشيلها بالخلطات، ماشيلها بالوصفات، ماشيلها بكل حاجه، بتزود انتاج البيض وبتعمل في يعني بتخلي الفراخ تبيض وكده. وعلى فكره يا جماعه معلومه بس كمان، البصل بيخلي الطيور تبيض. شايفينهم اهم، الله اكبر الله اكبر يا جماعه. الفراخ بتاكل البصل ازاي وشغاله في البصل، يا اللهم صل على النبي. فبقول لكم بقى انا يا جماعه بجيبهم في الحته دي لان في فوق السطح امل، في فوق السطح امل اللي هو الامل الاسود ده، فلو خليتهم هيموتوا، لو خليتهم هم صغيرين كده هيموتوا. طبعا الامل الاسود ده ما بيعملش حاجه للفراخ الكبيره، بيقرصها اي نعم وكده وبيخسسها، لكن يعني الامل الاسود ده يا جماعه ما حدش بيعرف يحوشه خالص. وده يا جماعه الاربع فرخات الهجين اهم، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. كبر الواحده دلوقتي الاربعه جت 2 كيلو ونص، يعني الواحده فيهم مقربه على الكيلو الاربع. شايفين يا جماعه الفراخ هاي، اللهم صل على النبي. بنور لهم اللنده، بقول لكم بقى بالليل انا ببيتهم ساعه المغرب بالظبط، ساعه اذان المغرب، وبنور لهم اللنده ساعه العشاء، بجيبهم هنا يناموا بالظبط ساعه، ساعه يهضموا الاكل اللي واكلينه، بحط لهم البصلايه، بدي لهم بصلايه بالنهار. انا بقطع بصلايه يا جماعه يعني بالحجم ده بصراحه، لان هم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي 25 وما بيخلوش منها اي حاجه، يعني بيفضلوا بقى ياكلوها لحد بالليل، بيفضلوا ياكلوها لحد بالليل. وزي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، الكتاكيت نازله في البصلايه، الله اكبر عليهم. ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم ويزيدنا ويزيدكم جميعا، اللهم امين. كل الفراخ بتاكل فيها، ما فيش فرخ ما اكلش، ما فيش فرخ يعني مستغربينها كده، مع انه والله العظيم يا جماعه ده تالت يوم انا جايبهم عندي، واللي متابع قناه يوميات في مزرعتي من البدايه عارف ان انا جبتهم يوم السبت وعملت لكم فيديو يوم السبت يوم ما جبتهم. بتمنى بقى من حضراتكم يا جماعه كله يعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، واللي مش مشترك معانا في قناتكم يوميات في مزرعتي يا ريت ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. والبصله دي يا جماعه تتعمل لاي طيور في اي عمر، سواء الطيور الكبيره سواء الطيور الصغيره، اي طيور عندكم ما بتاكلش، نفسها مسدوده، ما بتبيضش، عندها برد، عندها عطس، عندها اسهال، عندها اي حاجه، بصلايه على طول. ويا ريت يا جماعه البصلايه نحطها لهم حيه او نحطها على الميه، بس يستحسن ان احنا نحطها لهم حيه كده ياكلوها. عايزين برضو تحطوا ميه البصل عندكم على الميه عادي جدا برضو يا جماعه. لو الارنب عندكم في اي مشاكل
ادوله بصلايه ياكلها كده سليمه. الحمام قسما بالله على العظيم بدوله بصل، والله بدوله بصل، بحس ان هو نتلاشى موضوع الاسهال ونتلاشى موضوع البرد. طبعا يا جماعه بنعرف ان ازاي الحمام عنده برد من الاسهال الاخضر. وبرده يا جماعه تلاحظوا كده الحمام بتاعت الكتاكيت بتاعتكم، هل الحمام بتاعهم التخين مسهل كده؟ لا، فلو لقيته في اسهال مبيض في اي لون كده غريب مش اللي هو الحمام الطبيعي، نبدا ندولهم بصل، نجيب لهم علاج كده. طبعا يا جماعه لازم الطيور بتاعتنا تعودوا كده، اي طيور سواء صغيره سواء كبيره، اي طيور نفضل كده واقفين نحط الاكل، ما نحطش الاكل ونمشي، نحط الاكل ونفضل واقفين شويه. طبعا يا جماعه زي ما وريت لكم في بدايه الفيديو، انا اول ما حطيت البصل ما جالوش عليا، لان هم طبعا بيبقى خايفين ما بياكلوش اول ما احنا ما بنقرب، لا بيصبروا شويه كده دقيقه دقيقتين ويبدا بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي ياكلوا في الحاجه. فاحنا لا نفضل واقفين، يعني اشوف دلوقتي الفرخ اللي بياكل، الفرخ اللي ما بياكلش، الفرخ ده عمال حمام كذا، الفرخ ده ما عملش حمام كذا كده. وبقول لكم بقى يا جماعه في الشتاء ما بنفرش تحتهم فرشه كبيره، انا سايبهم على الارض يا دوبتك بس في تراب على الصبه. واللنده يا جماعه بعيده جدا عنهم، شايفين اللنده بعيده جدا عنهم ازاي؟ عشان بس الجو ما يبقاش حر عليهم. وقلت لكم بقى البصل هنحل بيه مشكله البرد، مشكله الاسهال، مشكله العطس، مشكله زياده الوزن كمان، والله يا جماعه بيزود الوزن. والله 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ان دوره الفراخ دي ماشيه معايا زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا، ماشيه معايا تمام التمام جدا وحلوه جدا جدا جدا، اللهم صل على النبي. يعني وبس الفكره دي يا جماعه الفرخه اللي بقول لكم عليها اللي هجين يعني ما بين الرومي والبلدي، كبرت اهي ما شاء الله. بقول لكم يا جماعه بس الحاجه الوحيده اللي فيهم ان هم طلعوا عليتهم ديوكه، مع ان انا ما كنتش عايز ديوكه خالص بصراحه، انا كنت عايز بلابل عشان اربيها تبيض، دلالين يعني انات يا جماعه عشان اربيها تبيض. وريت لكم في الفيديو اللي قبل كده الفرق ما بين الديك والبالونه، واللي ما شافوش هسيب لكم رابط بتاعه في اول تعليق مثبت يخش يشوفه. وقلت لكم برده ان احنا لازم نرفع السقايات والعلافات على طوب، شايفين ان رفع السقايه والعلافه على بلوكه بحيث ان الطايره لما تيجي تشرب تبقى رقبتها مرفوعه، وبرده برفع العلافه على بلوكايه. طبعا انا هحش العلافه دلوقتي يا جماعه عشان ياكلوا البصل، وبرده لان هم لسه واكلين علف، يعني هم واكلين علف من ساعه مش هياكلوا علف دلوقتي، فلا هم ياكلوا البصلايه ويقضوا عليها خالص ويخلصوها تمام التمام. وكمان لو لقيتهم ان هم محتاجين تاني، يعني لو لقيتهم ان هم عمالين ينقروا في العلبه بتاعت البصل بدلهم واحده تاني، مش غلط يا جماعه، كتر البصل مش غلط. والبصل يا جماعه مش مضر خالص، ولا الكرات ولا الشبت ولا البقدونس ولا الخضار ده كله ولا الجرجير. اتبقى عندكم ربطه شبت حطها لهم، اتبقى عندكم ربطه بقدونس حطها لهم، بصلايه، شويه رز فايضين، شويه طبيخ فايضين، اللي في ايدكم للفراخ البلدي ارموه، اللي في ايدكم للفراخ البلدي ترموه عادي جدا جدا جدا، بتكبر وبتاكل اي حاجه وبتبقى الفراخ معاكم تمام التمام قسما بالله. برضو يا جماعه الفراخ البيضه نعمل لها بصلايه زي كده، بس الفراخ البيضه انافيه شويه. يعني ايه انافيه؟ يعني مش هترضى تلقط فيها زي البلدي كده قليل، لو انتم معودينها من صغرها ان هي تلقط في الحاجه هتاكلوا البصلايه، مش معودينها مش هتاكلوا البصلايه. فالفراخ البيضه نبقى نحط لهم البصلايه على الميه، البصلايه على السقايه كده، بصلايه بس يا جماعه، عايزين والله تحطوا بصله وتومه، بصله وليمونه براحتكم، بس انا بحط بصله لوحدها، وساعات برضو بعمل بصل وتوم وخل والكلام ده كله، بس لا انا كل بصراحه يعني الدوره ماشيه معايا، بحط محلول جفاف على الميه، كيس محلول جفاف على الميه، بحط كيس محلول جفاف على لتر ميه، وبحط بصل بس، بصل سليم كده متقطع مش على الميه، مش يعني مش مفروم، لا بصل متقطع بالسكينه حبات رفيعه. قلت لكم البصل اهو اهو، بصلايه دي كده مقشره ومقطعه حتت صغيره، السقايه بتاعتي عليها محلول جفاف ومعلقه خل، محلول جفاف ومعلقه خل على لتر ميه، وما بسم الله ما شاء الله يا جماعه ما عندهمش اسهال ولا عندهم اي حاجه، اللهم صل على النبي الله اكبر، ما عندهمش لا اسهال ولا عندهم اي حاجه، وبس اللي عندهم شويه برد، شويه برضه بساط كده عندهم بيعطسوا جامد يعني. وان شاء الله ان شاء الله هفضل ماشي لهم بالبصل ده اسبوع مستمر او 10 ايام ورا بعض، كل يوم بصل، الصبح بصل واخر النهار بصل، والصبح بصل واخر النهار بصل، لحد ما اقوي مناعتهم جامد جدا، يبقى ان هم يستحملوا انكم تحطوهم في الفلايزر زي ما بيقولوا ما يجيلهمش برد ان شاء الله. بقى وبعد كده يا جماعه ادي لهم كل 3 ايام بصل، يعني همشي لهم 10 ايام بالظبط بصل، كل يوم بصل، مرتين في اليوم بصل، صبح وليل صبح وليل صبح وليل. وبعد كده يا جماعه بعد ما اعدي ان هم خدوا 10 ايام كل يوم بصل كل يوم بصل كل يوم بصل، هبدا ان انا ادي لهم يومين بس في الاسبوع بصل، هبدا ان انا ادي لهم يومين بس في الاسبوع بصل، يوم الصبح ويوم بالليل، يوم الصبح ويوم بالليل، يوم الصبح ويوم بالليل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقنا فيهم ويطعمنا ويطعمكم.
اللهم امين اللهم امين اللهم امين. الفراخ البلدي ده يا جماعه عشان نخليها تبيض وتبقى برابل حلوه، بنحط لهم على كل 2 كيلو علف، على كل 2 كيلو علف كيلو تشيشه، وعلى كل 2 كيلو علف وكيلو تشيشه بنحط معلقه شطه، بنحط معلقه شطه علشان بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي رب عنقود معانا، علشان يرب عنقود معانا ويبقى حجمهم حلو، وربنا يرزقنا فيهم ويرزقكم. ورب فراخ بلدي يا جماعه ده احسن وقت للفراخ البلدي. الفراخ البلدي ان شاء الله يا جماعه بتبيض على 4 اشهر وعلى 5 اشهر على حسب التغذيه بصراحه. لو من اول يوم اهتمنا بيهم وظبطناهم كده في العلف والاكل هيبيضوا معانا بسرعه. وكده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ما تنساوش بقى تشتركوا معانا في قناتكم يومياتك مزرعتي، وما تنساوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته.